نشأة علمية. كان ميلاد مولاي أحمد الشريف الريسوني وفق تقديرات حوالي عام 1867، وقد نشأ يتيم الأب في كنف أسرة علمية عريقة يعود نسبها إلى محمد بن علي الريسوني قائد معركة وادي المخازن ومؤسس الزاوية الريسونية المعروفة بشمال المغرب قبل نحو 6 قرون. وقد أرادت والدته أن يسير على هدى أجداده في طلب العلم والفقه. ولد مولاي أحمد الريسوني الزعيم المجاهد الجبلي في الفترة الاستعمارية، هو سليل أسرة عربية مغربية شريفة وعريقة، هي الأسرة الريسونية، وكذلك هو سليل الزاوية الريسونية. هو ولد في فترة مولاي الحسن الأول، يعني ولد يعني تقريبا عام 1867 1865 67، هذا هو التاريخ، واحد 3 سنوات يعني زائد ناقص. إذن هذه الفترة هي التي ولد فيها مولاي أحمد الريسوني، وهي فترة كانت بدأت تعرف بعض المشاكل وبعض القلاقل في المغرب. وحينما نعود إلى هذه الفترة، هي فترة 1867، ف 1860 كانت حرب تطوان التي انهزم فيها المغرب. إذن فكان المغرب بدأ يدخل في 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 في, في أفق ضبابي جديد. ومثلا ولادة أحمد الريسوني هي كانت ترتبط بهذه القلق التي كان بدأ المغرب يعيشها. ثم لما ولد في قرية زينات، يعني في الفحص هنا بطنجة، يعني مولده الأصلي هنا ضواحي طنجة في الفحص. ولد في أسرة عالمة كما قلت، شريفة مرتبطة بالفلاحة وبالتجارة، ولم يكن هدفه هو هذا. هو أولا انطلق في بدايته بكونه قارئا للقرآن، وكان يقرأ القرآن بالقراءات 10 وليس بالقراءات 7، يعني كان حافظا قويا للقرآن ويقرأه بالقراءات 10، وكذلك كان عالما وكان أديبا مثقفا. وهنالك مجموعة من الأدباء والمفكرين العرب وليس المغاربة، على سبيل الشكيب أرسلان وآخرون، يقول لو لم يكن، يعني قالوا في كتابتهم، لو لم يكن مولاي أحمد الريسوني ثائرا لكان شاعرا. هذه معنى أنه كان عالما يجمع بين العلم وبين الجهاد. لذلك يجب أن نركز تركيزا كبيرا على هذه الزاوية بالذات، لأنه أعتقد كما يعتقد الكثيرون أو معظم الدارسين الذين بحثوا في هذا السياق، أن شخصية مولاي أحمد الريسوني هي من صنع الزاوية الريسونية شكلا ومضمونا بشكل كبير وموسع كذلك. لماذا؟ لأن هذه الزاوية هي تأسست لأمرين اثنين منذ تأسيسها. تأسست للأمر الأول هو أمر جهادي، الجهاد من أجل الدود عن الوطن، من أجل الدود عن الدين، عن الأخلاق، عن المبادئ، عن القيم، عن هذا البلد الذي نحيا فيه ونعيش فيه. في تلك الفترة التي تأسست الزاوية الريسونية، يعني كان مفهوم الجهاد مفهوم شائع وسائر وطني، ومفهوم يرتبط بما يمكن أن يسمى الآن بالوطنية، مفهوم الوطنية، لأنه الجهاد كان يتقابل ويتناغم مع بناء الدولة، مع المخزن، مع عسكر، لأن الدولة كانت في بعض الأحيان تكون ضعيفة، فالزوايا هي التي تقويها وتبدها بالجيش وبكذا. فلذلك الزاوية أسست لهذا المنحة، المنحة الجهادي. ولماذا أقول المنحة الجهادي؟ لأنه تأسست الزاوية قبل تقريبا 9 سنوات من معركة وادي المخازن، وكأنها كانت تتهيأ لخوض هذه المعركة. والكثير من الدارسين الكبار
على رأسهم محمد بن عزوز حكيم وآخرون يرون أنه لولا الزاوية الريسونية لما انتصر المغرب في معركة واد المخازن. والدليل على ذلك أن حتى الأرض التي وقعت فيها موقعة أو معركة واد المخازن هي الآن منذ ذلك التاريخ في ملكية الزاوية الريسونية بإذن من السلطان السعدي وقتئذ أحمد المنصور الذهبي، هو الذي أوقف هذه الأراضي كلها لصالحي، هي وقف يعني أوقفها لصالح بطبيعة الحال إقرار بالدور الكبير الذي لعبته الزاوية الريسونية في تلك المعركة. وحتى ذلك الهزيمة الشنعاء التي مني بها، ما احنا حينما نتحدث عن معركة المخازن لا نتحدث عن معركة قامت بين البرتغال وبين المغرب، لا، هي معركة قامت بين الإسلام وبين الصليبية، وكأنها حرب صليبية أخرى. الحرب الصليبية الأولى ذهبت إلى المشرق يعني وانتصر المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي. الحرب الصليبية الثانية جاءت إلى في اتجاه المغرب طبيعة الحال، لأنه معركة المخازن قاد سان سيباستيان يعني هذا الملك البرتغالي بمعية ملكة إسبانيا وملك إنجلترا. كان هنالك تحالف قوي لكي تمسح يعني تصبح إفريقيا مسيحية من بوابة المغرب، ولذلك فهذه المعركة كانت معركة حاسمة، إما أن تصبح المنطقة الإفريقية كلها مسيحية وإما أن ننتصر على 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 العدو على فلذلك والدولة كانت وقتئذ ليست دولة قوية يعني، فكانت الزاوية الريسونية لعبت دورا كبيرا في جمع القبائل الجبلية كلها من 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 القصر الكبير حتى تخوم جبال الريف، جمعت هذه القبائل كلها وعبأتها لكي تواجه هذا العدو. إذن فهذه هذا هو الدور الجهادي الذي انطلقت منه الزاوية الريسونية، هذه الانطلاقة الأولى. ولذلك كان قائد المعركة وقتئذ باسم الزاوية الريسونية هو محمد سيدي محمد بن علي بن ريسون، وهو دفين تزروت هو مؤسس الزاوية والذي أسس الزاوية، هو محمد بن علي بن ريسون هو الذي أسس الزاوية الريسونية. فلذلك كانت هذه انطلاقة قوية للزاوية الريسونية. الجانب الثاني نترك الجهاد، والجانب الثاني الذي تأسست عليه الزاوية الريسونية هو الجانب العلمي الصوفي الديني. فكانت الزاوية تربط بين الجهاد وبين العلم، بأنه كان المجتمع فقيرا، ونعلم أن تقدم المجتمعات يجب أن تتقدم انطلاقا من تطور العلم، ولذلك كانت الزاوية تنظر إلى هذا الجانب نظرة قوية جدا. فكان العلم هو أساس كذلك انطلاق الزاوية، فربطت بين العلم وبين الجهاد. ومن ثم نجد أن نعود إلى التاريخ الحديث والذي فيه مولاي أحمد الريسوني الزعيم، يعني نعود إليه فنجد أنه ربط بين هذين العنصرين بين الجهاد وبين العلم.